علي فعلا فاتحه الدوله السوريه الباب قدام كل منتقد كان انا ما بكذب دير بالك انا ما بكذب انا وقت اللي بحكي معك كلمه بتحط حلقه بدانك اذا بتقول يعني هلا بسمي لك اسماء بتقول لي اهلا وسهلا فيهم بسوريا ويطلع على مسؤوليتك اسمع 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 بس لحظه لحظه بس خليني اخدمك كلمه مشان ما تسمي لي اسمين ثلاثه بجوز بجوز هالاسمين انا ما انا عم حكيك على عامه الشعب ما عم حكيك على فرد انا عم حكيك على شعب كامل انا شفت بعيني يعني وانت شفت شوف المصالحات عم تجي العالم ويعني عم تجي العالم وتدخل على البلد وما حدا بيحكي معهم وعم يرجعوا على بلدهم وعم يرجعوا يعمروا ويعيشوا وفي منهم عم يرجعوا يسافروا بس انه رجعوا في كثير ما رجعوا على بلده وفي يعني يعني جمال سليمان ما رجع على بلده وما بيسترجي يرجع على بلده والله هذه انا هذا الموضوع ما بعرف فيه يعني ما بعرف لوين واصل فيه وبظن هيك قناعتي انا اذا بيطلع بيقول يعني يعني يوم انا اذا انت وخيك متقاتل طيب قديش ما حلوي انا ادخل وقل لك لك لا لك خيك بيحبك وروح لعند خيك قل له خيك بيحبك لك عم يصير تعلقوا وتشمتوا طيب العالم علي فيكم علي انا بعرف انه حيالله فنان لبناني بكون طالع على سوريا اذا بصير معه حيالله مشكله على الحدود او على حيالله حاجه بسوريا دغري بيحمل تليفون بتعرف على الديك على الديك بمشي له اموره ما بيصير معكم صار معك شيء مره انت كنت لا انا لا لا انا لا والله ولا حدا بيصير معه شيء انا لا لا بس في فنانين طلعوا ووقفوا على الحدود ودقوا لعلي وعلي مشيهم بس ما كان يعني كان مش هيك شغله بسيطه يعني انه ورقه وانا عجلت علي ايه بس انه خلصت له الورقه فورا خلص لا ما بدي مون سويه يعني معقول ببلدي ما بمون انا هون بمون طيب بتمون انت ببلدك انه تقول لأصالة نصر اليوم تفضل رجعي على سوريا انا لحتى اقول لأصالة نصر ايه تفضل رجعي على مسؤوليتي انا على الديك ليش لحتى اقول هي لا لا عمالك عمالك بس ما اسمع احضر الفيديو احضر الفيديو احضر الفيديو انه ما اكون مدعومه من شعب انا دفعت ثمن اماني أماني أنا تمن لراحته لأنه أنا باختصار موقفي إذا له عنوان له عنوان هو إني أنا خسرت كل الناس اللي بعرفها أو أغلب الناس اللي بعرفها مشان أوقف مع ناس ما بعرف ولا شخص فيهم أكيد بحز بخاطري إنه أنا ما يكون عندي دعم كامل من الشعب السوري كامل حز بخاطري كتير يعني لدرجة إنه مرات بيجرحني ومرات كتير بيبكيني أصالة مشتاقة وزعلانة وحابة ترجع على سوريا بلسان عم تحكي أنا بظن لك أنا بعرف ما رح أحكي بس بعرف مدى علاقتها يعني أنا شفت بعيني شفتها بعيني لعلاقتها مع مين كانت قاعدة ووين كنت أنا يعني بال 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 بالسهرة يعني بالمحل اللي كنت فيه كانت هي هي امتى ما فهمت انا قبل الازمه يعني قبل الازمه اوكي قبل الازمه ايه فهي عم تقول انه زعلاني اكيد انا عارفه بدها تزعل اخر شيء لانه ندمت لانه هي لانه هي احنا احنا نحن ك يعني كسوريين نحن يعني فناني مثل اصاله لا لا نحن بنحبها كثير كنا ومن من منقدره كنا ايه منقدره ومنحبها كنا يا خيي لكن وقت بدك تحكي انا كنا لكن بطلنا اليوم لا ما مشان بطلت بس انا قلت لك ما ترمي بلا يعني يعني الفتني اشد من القتل يعني انت اليوم عم ترمي انه انا بدي اوقف لك يا اخي انا طيب انا علي الدين وهي عش على 15 مليون بسوريا مثلي ما بدهم حرب يا اخي ما بدنا حرب لك يا اخي مبسوطين ببلدنا مبسوطين بدولتنا و47 ليرة كانت دولار ودولة مشياني وطالعين وبلشوا يعملوا هالمظاهرات وبلشوا بدوا يهدموا البلد يعني مشان شو